السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير لاباس عليكم. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. وانتم غتشوفوا الفيديو ديالنا ديال اليوم ان شاء الله غنفصل معكم هاد الموديل هذا ديال العبايه اللي شفتو في الصوره. عندي هنايا 3 متر ديال الثوب ديال الريحانه، وعندي هاد البي هذا خديت فيه 4 متر كما كتشوفوا معايا. فيه هاد البريو هذا راه كيعطي واحد البريو زوين. هذا غنركبو غنديرو في ديك الباندا اللي كتجي هنايا، غيجي داير كله على العبايه وغيجي داير في الكمام. الكمام غنديرهم واسعين واحد شويه قد هكا. ونبداو دابا في الفصاله ديالنا على بركه الله. غنسرح الثوب ديالنا غنشد 3 متر، غنقسمها على جوج ونحيد منها الحاشية. 3 متر ديال التوب نشدها بحال هكا، الحاشية ديال التوب هادي كما كتشوفوا معايا، هاد الحاشية هادي اللي مشندفها بحال هكا غنشدها غنقسمها على جوج، يعني 3 متر غتقسم بحال هكا باش نلقى كيفاش نقطع ديك الباندا. غنقسمها على جوج بحال هكا وغنحيد الحاشية. نقاد الحاشيه ديالي مزيان وحده مع وحده باش نقطع ديك، غنقطع فيها واحد 11 سنتيم تقريبا. هذيك الباندا محتاجه فيها انايا 11 سنتيم. غنشد دابا السنتيم ديالي غنعبر هنايا 11 سنتيم، يعني هكا غندير 11 سنتيم وغنحيد الحاشية، يعني من هنايا غنعبر 11 سنتيم حتى الفوق باش نقطعها. 11 صافي. دابا كنتمنى يبان لكم التراساج. دابا غنحيد هادي هاد الباندا اللي عندي هنايا 11 سنتيم، غنحيدها غنقطعها. هاد الحاشية غنقادها مزيان باش تجيني مقادة من تحت. صافي دابا غنحيدو الباندا ديالنا. هاهي هادي فيها دابا 3 متر، هادي هي اللي غنديرو. دابا اش غنديرو؟ كيفاش غنفصلو؟ غنديرو الداخلة في الخارجة، هي هاديك الطريقة باش غتخرج لينا. اول حاجه غنبدا فيها نشوف الوجه ديال الثوب، هو هذا، نخلي هذا الخلاني باش ما يبانش ليا فيه التراساج. دابا غنطوي الثوب على الطول ديالو كامل بحال ما هكا، الطول ديال الثوب كامل. هاد العبايه البنات راه ساهله وكتجي زوينه صراحه، كيجيو هاد العبايات هادو زوينين في اللبسه.
صافي دابا هي قدي التوب ديالنا مزيان. صافي غنشوف العبار ديال الكليانه ديالي. هو عندها في الطول 139. اول حاجه غنديرها هي الطول 139 زائد نديرو زائد 3 سنتيم اللي غتمشي لينا لتحت في السنتيم هي 4 سنتيم. 139 زائد 4 سنتيم هي 143 هي 43 جاتني هنايا. 143 في الطول. دابا غندير الكتاف عندها 40 مقسومة على جوج هي 20 سنتيم. راسي بحال هكا وغندخل 8 ديال السنتيم. عندها في الصدر 30 غنهود هنايا 26 سنتيم من الفوق من السطر الفوق 26 ونقسمها على جوج وغنطيح الكتف ديالي 3 سنتيم وغنجي لهنايا عبر الصدر غندير 31 بالحياطة 31 سنتيم هيا وغنجي لهنايا غنهبط 14 سنتيم ونعاود 14 سنتيم اخرى هي 28 غنجي هنايا حيت عبايا ما غندخلش بزاف يعني كتجي عريضه شويه غندخل غير ب درت 31 في السطر غندير 30 بسنتيم ولي هونش عندها 32 غنديرو هنايا 33 33 سنتيم هنايا. وبالنسبه للجلايل هنايا لتحت غندير 43 سنتيم في الجلايل. دابا غنطيحو الكتف ديالنا 3 سنتيم هاهي ودورات العنق 2 سنتيم وغنطيحو الكتف ديالنا كنهبطو من هنا حتى للمنتصف ديال فين قسمنا التركيز ديالنا كنهبطو نيشان من الفوق وكنجيو لهنا كندورو التركيز. انا كنخدم بلا مسطرات اللي مبتدئه تخدم بالبيستولي باش تجي هاد الدوره مزيانه وهنايا كندخل وهنايا كنخرج. صافي دابا غنجي غنسطر بالسنتيم ديالي بحال هكا من لي هونش الجلايل لتحت هذا الظهر البنات هذا الظهر اللي سبقنا دابا فصلناه هو الظهر. صافي دابا تراسينا الظهر غنقطعو بسم الله. العباية هادي ما كتجيش ايفازي بزاف حيت عباية كتلبس عريضه ما كندخلوش هنايا الايفازي بزاف كتدخل غير بواحد سنتيم باش ما تجيش العباية ديالنا مصيره حيت العباية كتبغي تلبس واسعه شويه. صافي غنحيدو الظهر وغنقلب عدي التوب هنا غنقلبو لجهتي انايا الجر دائما الحاشيه ركزوا عليها البنات اللي البنات اللي يلا مبتدئين في الفصاله الحاشيه ديال التوب ديما ركزوا معاها باش ما تجيش لكم وحده داخله وحده خارجه ديما ركزوا على الحاشيه باش تجي وحده على وحده باش ما ديروش الغلط في الفصاله ديالكم.
دابا غنشد الظهر غنقطع عليه، هو اللي غنقطع عليه الطوفه، غنخلي سنتيم زايده لقدام هنايا، سنتيم ديالي غنخليها. غنخلي سنتيم في الحاشيه هنايا، وغنجي الكاتوف ديالي مزيان، صافي. دابا كادي التوب ديالي، دابا غنقطع على الظهر، خليه بحال هكا ونقطع عليه. هنايا غنطلع بواحد 3 سنتيم هنايا، لتحت صافي. هاهي ديك 3 سنتيم باش طلعت من تحت، يعني باش جينا الجلايل ما يجيناش الجلايل طايحين من القناص، خاصو طلع فيهم واحد 3 سنتيم. صافي دابا غنجي لهنايا غنقطع دورة العنق ديالي. دورة العنق كيفاش غنقطعوها هانتوما غتشوفوا معايا. دابا حيدت الظهر، هو غنجي لهنايا غنعبر 30 سنتيم، غنجي من الفوق هنا غندير 30 سنتيم هنايا، 30 سنتيم ونطراسيها. هاد 30 سنتيم اش غندير؟ غنشد النقطة ديال فين دخلت هنايا 8 سنتيم، يعني هاد البلاصه فين دخلت 8 سنتيم، غنشد بحال هكا وندور. اللي عندها البيستولي من احسن تستر، يعني تحط البيستولي هكا يمشي ليها من هاد النقطه لهاد النقطه باش يجيها داير بحال هكا، يعني يجي خارج واحد شويه هكا، يعني كل بحال ديال هاد الكل هذا كيجي داير بحال هكا، وكتمشي معاه الباندا اللي كتجي من القدام. هذيك الباندا اللي قطعنا كتجي معاه هاد الكل هذا حتى لتحت، وهنا كيجي تروازي حيت هنايا فين كتسد الطراقه ديالنا. هاد البلاصه هادي منين بدينا، هاد البلاصه منين بدينا فين كتسد لينا الطراقه الاولى، عاد كنهبطوا. صافي دابا غنقطعوا الكل ديالنا داير بحال هكا صافي، وغنجي للكتف غنحيد واحد السنتيم، وغنجي هنايا غندخل بواحد سنتيم ونص. التركيز هذا غا الامام، الظهر الظهر كتخليه عادي. صافي احنا حيدنا الباندا وحيدنا الظهر والضوفا، دابا بقاو لينا الكمام. الكمام غنسرحو التوب بحال ما هكا، وغنتنيو على 4، نعاودو التوب ديالنا نتنيو على 4 بحال هكا. كنشوف شحال عندنا هنايا في الطول ديال، عندها 58 في الطول ديالكم هنايا. قويله درنا 26 في التركيز، هي اللي غنديرو هنايا 26، ها هي 26 سنتيم. غنسطرها بحال هكا وغنجي لهنايا غنهبط 10 سنتيم، غنسطرها نيشان تاع القنت. هنا كنطلع بسنتيم ونص وكنقسمها على جوج، يعني هاد المسافة هادي كتقسم على جوج بحال ما هكا صافي. وهنايا بسنتيم ونص، وهنايا كنهودو بسنتيم ونص، يعني بحال هكا كيجينا الكم ديالنا. وكنديرو طول الكم شحال عندها، عندها 58 بحال الا غندير
50 سنتيم، وداكشي الاخر اللي بقى ليا غنكملو باندا، غندير 51 على حساب السنتيم اللي غتمشي ليا الفوق، 51. والعرض ديالكم بغات فيه 21 سنتيم، ندير هنايا 21، يعني غايجي لكم ديالنا عريض واحد شويه، 21 صافي. غنسطر من هنايا لهنا بحال هكا، وغنجي لهنايا غنزيد، يعني شحال غنزيد الباندا هنايا، يعني قلنا 51، 51 سنتيم، يعد 58 زائد 2 سنتيم هي 60، يعني جاتنا هنايا 60. دابا غنقسم هاد المسافة من هنا، شحال عندنا 10 سنتيم، غنزيدو 10 سنتيم اخرى هنا باش ندوبلو الباندا، يعني الباندا غدوبل لينا على جوج. الباندا غتكون فيها، الباندا ديالنا غتكون فيها 10 سنتيم. كنتمنى يبان لكم مزيان التراساج ديالي لكم باش يبان تفهموا كيفاش، يعني هنايا عندي في الكم كما كتشوفوا عندي 58، يعني ها هي درنا بالزياده ديال الخياطه وكلشي 60، وغندوبلو يعني المسافه ديال الباندا، حيت الباندا غدوبل لينا هنايا، يعني غتجينا العبار هو هذاك. صافي دابا غنقطع، غنقطع من هنايا، وهادو بلوشات لينا غنديرو منو الجزاب. دابا ها هي الباندا ديالنا كما قلت لكم، هذه غتجي بحال هكا، يعني وتركب لينا، وكي غتركب عليها داك البي اللي جد هو اللي غيتركب عليها. صافي ها هما الكوام ديالنا، هذا الشيء اللي بقى ليا دابا، هذا غندير منه حزام الا بغات مولاتو تحزم به، حزام تقريبا كندير فيه 9 سنتيم، 9 سنتيم بحال هكا، نديرو طويل شوية نعاود باش نلصقو، صافي هذه هي البصلة ديال. ودابا البنات وصلنا لنهاية الفيديو ديالنا، وشكرا لكم بزاف على المتابعة ديالكم ليا، وشكرا لكم وبسلام عليكم الى فيديو اخر ان شاء الله.